رح نعرفكم هلا مشاهدينا على تعاون مميز بين بيرسيل وجمعية تمنى. روح العطاء جمعتهم بال 2008 والهدف كان انساني، هو تحقيق الاحلام للاطفال المصابين بامراض مدمنة. وبفضل تعاطف اللبنانيين لغاية اليوم قدروا جمعية تمنى وبيرسيل يحققوا اكثر من 2000 حلم لها الاطفال وجددوا لهم املهم بالحياة ووصلوهم لطريق الشفاء بشكل اسرع. اليوم رح نتعرف سوا مشاهدينا على ثلاث أطفال أبطال انتصروا على المرض وتحقق حلمهم، حبوا يشاركونا تجربتهم، نتعرف عليهم سوا بهالريبورتاج. أنا بدي أروح على ديزني. أنا بس بدي أصير كبير، بدي أصير كبير. كانوا صغار وكان حلمهم يكبروا، صاروا كبار وعلى المرض انتصروا. هو أصعب شيء خلال فترة المرض هو إنه الواحد بده يتعود على فكرة إنه بده ياخد دواء بيكون سام، دواء بيقتل الأخضر واليابس منشان تقدر أنت تصح. واللي بعد أحزن من هيك هو إنه أنت أكيد بتكون زعلان وكمان العالم يلي من حولك بيكونوا زعلانين. بال 2008 كريم كان حلمه يشوف رئيس الجمهورية. لما بيروح طفل عمره 11 سنة على القصر الجمهوري وبيقابل رئيس الجمهورية، بهيدي اللحظة يعني انه بتكون قاعد قدامه انه يا ارض اشتدي ما حدا قدي، عم بيقف لك رئيس الجمهورية وعم بيسلم عليك. مساء الخير، نحن اليوم بالقصر الجمهوري تنعمل مقابلة صحفية مع فخامة الرئيس ميشيل سليمان. ومن وقتها يعني لهلا وبعدنا انه الهمة قوية وعم ندرس اخراج بالجامعة، وان شاء الله شي نهار بكون انا ورا الكاميرا. ما كنت ابدا مفتكره يعملوا لي كريسماس بسبتمبر، كثير انبسطت، ما كنت ابدا مفتكره انه هذا كل شيء لإلي. بال 2012 كارمن طلبت ايباد على عيد الميلاد وقربنا لها العيد لايلين. انبسطت كثير وقت جابوا لي الايباد، ما كنت ابدا مفتكره انه برنوالح يجيب لي اياها. وقت اجاني الايباد كنت كثير اتسلى فيه وقت اروح على الاوبيتال، وكملت فرحتي وقت صحيت، وهلا صرت عم كمل عيشه عاديه مع رفقاتي وبالمدرسه وصرت بالستيان. اكيد الصراع والوجع الجسدي الفيزيكال بين هو بارتي كثير كبيره من الصراع مع السرطان، بس اكثر من هيك انا كان عمري 15 سنه بس صار معي هذا المرض، وكنت انا شخص بعدني عم بنطلق بالحياه، فجاه بيجي شيء أنا ماني طالبه وأنا ماني متوقعه وأنا ماني محضر له. بال 2012 شربل كان حلمه يزور النازا. أنا وصغير كان حلمي إني أكون أسترونوت، فبس صار معي هذا المرض ورحت على النازا أنا، وهونيك التقيت بأسترونوت وشفت قصص يعني كثير كان بيطلع على بالي إني أشوفهم وعيشهم هونيك، عطتني بوش كثير قوي بالحياة. والغريب بهذا الشيء إنه المرض هو كان عم بحقق لي حلمي، أو هيك فتح لي بواب لأني أنا حقق أحلامي وانطلق بهيدي الحياة بقوة أكتر. ما تنسوا إنه تحقيق حلمهم هو أقوى علاج. انضموا لبيرسيل وتمنى، سوا منخفف الحمل ومنحقق الحلم.